أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك، فقرتنا التالية تحت عنوان تساؤلات الحرب. هناك كثير من التساؤلات التي يطرحها البعض، أو على الأقل ربما تخطر في بال البعض. معنا عبر الاتصال المرئي الأستاذ مخلص برزق، عضو هيئة علماء فلسطيني. سعد صباحك أستاذ عمر. أستاذ مخلص، حياكم الله، الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا بكم أنتم والإخوة المشاهدين الكرام ومن يستمعنا أيضا. حياكم الله حياكم الله. أستاذ مخلص، كثير من التساؤلات تطرح في الحروب، ربما شبهات فلنقل، أو تختلط الأمور على البعض، خاصة مع حجم الجراح والآلام التي تعج بها القنوات الفضائية والإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي. يبدأ السؤال ربما الأبرز خلال المشاهدات، لماذا قامت هذه الحرب؟ لماذا يعني نحاول أن نقاوم ونحن لا طاقة لنا بهم، ونحن نعلم حجم الإجرام والغدر الإسرائيلي والصهيوني، وأنهم سينتقمون كما هي عادتهم من الأطفال والنساء والأبرياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وجاهد جهاده وعنا معهم يا رب العالمين. بداية نترحم على الشهداء الذين قضوا وارتقوا في معارك البطولة والعز والفخار في غزة العزة، نسأل الله تعالى أن يجعلهم في أعلى عليين وأن يتقبلهم هم وأهاليهم الذين أيضا قضوا بعشرات الآلاف حتى وليس على أرض فلسطين المباركة. آمين. نسأل الله تعالى أن يشفي الجرحى ويؤوي المشردين وأن ينصر المرابطين المجاهدين هناك على أرض فلسطين. حقيقة هذا السؤال يعني طرح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على لسان الكثير، يعني وخاصة هذا نجده في سورة آل عمران في غزوة أحد، قال الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني الذين قالوا لماذا نخرج ونحن سنقتل وسنموت، وهذه المسألة مسألة الحياة والموت، هذه الحقيقة بحاجة أن الإنسان كما أنه يتعرف على أركان الإسلام وشرائع الإسلام، عليه أيضا أن يتعرف ضمن عقيدته التي يدين بها لله سبحانه وتعالى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ما هي الأمور التي تترتب على هذه لا إله إلا الله محمدا رسول الله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعة الثانية عندما بايع المسلمين بايعهم على الموت في سبيل الله، على أن يبذلوا كل شيء لأجل هذا الدين. هذا الدين دين عظيم، ويبيع الإنسان فيه روحه لله سبحانه وتعالى، وبالتالي على كل واحد منا أن يعرف ما هو الهامش الذي يمكن أن يتحرك فيه بعيدا عن موضوع الجهاد في سبيل الله وبذل النفس، لأن هذا أمر يعني هو جزء لا يتجزأ من ديننا. أما الذي يعني لا يريد هذا الأمر فليختر دينا آخر. وهنا نقول أن هذه المعركة التي نخوضها الآن على أرض فلسطين هي معركة مؤجلة، هي الأصل فيها أن كل واحد فينا منذ ولادته على في هذا الزمان عليه أن يكون جزءا من معركة تحرير بيت المقدس والأرض المباركة. هذه أمانة في أعناقنا جميعا، في كل من يشهد هذا الزمان، يعني في أزمنة يعني زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان كل فرد مسؤول ماذا فعلت لمواجهة الردة، ثم
كل فرد مسؤول ماذا فعلت للمشاركة في الفتوح الإسلامية، ثم بعد ذلك ماذا فعلت في جمع السنة والأحاديث، ماذا فعلت. كل زمن له عمل خاص به. الزمن الذي مر في زمن احتلال الصليبيين للأرض المباركة كان مسؤولا، كل فرد مسؤول، ما الذي قدمته لأجل تحرير المسجد الأقصى والأرض المباركة من الصليبيين؟ وكان جميل. هذا العبء قائما على ذلك أو تلك الشريحة من المسلمين في هذا الوقت. نحن في زمن أستاذ مخلص، كل من، يعني أعتذر على المقاطعة، لكن في ذات الفكرة، هل تعتقد أن ما حدث، هذه الأحداث، هذه الحرب، قد أعادت إلى الواجهة هذا الواجب التي تتحدث عنه؟ بدأ الناس يتحدثون، بدأ بهذا الواجب الذي كان ربما غائب تحت ضغط الواقع والعجز ربما، هل عاد إلى الواجهة مع هذه الأحداث؟ هل ترى ذلك؟ لا شك أن هذه من بركات هذا العمل المبارك، أنه أعاد لكل مسلم، يعني ذكره بمسؤوليته تجاه تلك الأرض المباركة، أنه الدماء تهون، تسيل الدماء تهون لأجل لأجل المسجد الأقصى المبارك والأرض المباركة. هذه لا تضيع، هذه الدماء لا تضيع سدى بالمناسبة، يعني ليس معنى تهون أنها لا تضيع سدى، هذه يعني تراق لأجل أعظم غاية، وهي تطهير تلك الأرض من أنجس خلق الله. وهذه هنا بالمناسبة، هذه الدماء هي رسالة لكل مسلم كان يظن أو ظن في لحظة من اللحظات أنه يتعامل مع ناس عاديين. لا، هؤلاء حتى وإن لبسوا الملابس الفاخرة والكذا، هؤلاء وحوش، وحوش بهيئة بشر. هؤلاء يحتووا في 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 داخلهم، في فكرهم، يحتووا على حقد على كل هذه البشرية قاطبة. ولذلك يعني كان من الحمق والغباء أن يتركوا هذه السنوات الطويلة يعني في على تلك البقعة المباركة. هؤلاء يجب أن يكنسوا كنسا من أرضنا المباركة. وفعلهم الذي نراه اليوم هو أيضا كذلك يدلل على صدقية هذا الكتاب المجيد الذي أنزله الله علينا سبحانه وتعالى، وأعطانا وصفا لتلك الشرذمة. هؤلاء الذين يقتلون صفوة الخلق دون أن ترف لهم، أن يرف لهم رمش، الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، هم مستعدون أن يسفكوا دماء الأطفال والنساء والرجال، وأن يقطعوا الماء ويقطعوا الكهرباء ويقطعوا الغذاء. هؤلاء يعني واضح أنهم هم أنفسهم الذين يعني أخبرنا الله عنهم. ولذلك هذه المعركة هي معركة الحقيقة تأخرت كثيرا، قد تكون أخرت كثيرا بسبب هذا التواطؤ الغربي الحقير، النفاق الدولي العالمي، هم وأدواتهم في المنطقة الذين وضعوهم على شعوبنا، هؤلاء الذين خذلوهم عن الجهاد لأجل تحرير أرض فلسطين، طبعا تحت شعار اللي هو كل بلد له مشاكله وكل بلد له اهتماماته، من خلال هذه تقسيمة السايكس بيكو، نعم، التي الحقيقة هي مشغل جاهلية. نعم. أستاذ مخلص، يعني كما ذكرت، كما يقول الشاعر: وقوافل الشهداء لا تمضي سدى، إن الذي يمضي هو الطغيان. يعني عندما يتم الحديث عن المعركة وعن هذه الحرب، عندما يعني يبدأ الخبراء العسكريون يتحدثون عن مجالات الجوانب الربح والخسارة وتحقيق الأهداف، هذا في الجانب العسكري ربما التكتيكي السياسي، في موازين الإيمان كيف نفهم حسابات الربح والخسارة أستاذ مخلص؟ حقيقة يعني نحن يفترض أننا لا نخوض أي معركة
مثل ما يخوضها الآخرين. نحن نخوض أي معركة وأي مواجهة مع غيرنا من خلال توجيهات كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعبر السنن الإلهية التي أو وضحها لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي شرعه المبارك. نعم، نحن نقاتل بالسنن، ليس مثل ما قال ذلك السفيه لأبي عبيدة: قاتل بالسنن. لا، نحن نقاتل بالسنن الإلهية التي لا تخطئ أبدا والله. فنحن عندما نخوض المعركة مع هؤلاء لدينا مجموعة من السنن التي يجب أن تكون واضحة لدينا، منها أنه: وما النصر إلا من عند الله. هذا النصر الذي نتكلم عنه هو أولا ليس من صنع البشر، وإنما هو الله عز وجل. حتى نبيه صلى الله عليه وسلم قال له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يحتاج هذا الدخول في أي معركة يحتاج إلى صدق كامل مع الله سبحانه وتعالى، واستسلام كامل له، وتفويض كامل لله سبحانه وتعالى. طبعا يجب الأخذ بالأسباب حتى أن نصل: وأعدوا لهم ما استطعتم. هذا الذي عليكم، أن تعدوا ما استطعتم، والباقي على الله، وهو كل شيء على الله سبحانه وتعالى. حتى إعدادنا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه إحدى السنن: وأعدوا، وما النصر إلا من عند الله. كذلك من السنن أنه علينا أن ننفق في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة اللي هو عدم الإنفاق لأجل الجهاد ولأجل في سبيل الله، لأنه ترك الجهاد تهلكة ومذلة ويعني استصغار من الأعداء. هذه كلها يعني بعض السنن التي من خلالها. طبعا من السنن المهمة جدا التي نخوض من خلالها هذه المعارك اللي هو قول الله سبحانه وتعالى على لسان أولئك الذين كانوا مع طالوت، قالوا هم: وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني المعارك لا نخوضها لا بعدد ولا بعتاد، ولم ينتصر جيش المسلمين في معركة من المعارك بعدد أو عتاد، بل في المعركة التي يعني كان عددهم كبير نوعا ما في حنين، الله سبحانه وتعالى أعطاهم إشارة إلى أنه أنتم لا تنتصروا بعددكم ولا بعدتكم، وإنما تنتصروا بتوفيق الله لكم سبحانه وتعالى. فإذا هذا الذي يتباكى على أنه إحنا لسنا يعني القوى غير متكافئة، نقول له: هذا في ميزانك أنت، أما في ميزاننا نحن لا. نحن ميزاننا أن معنا ركن شديد نركن إليه، نحن علينا فقط أن نعد العدة وأن نأخذ بالأسباب التي صاما نستطيعها، ثم بعد ذلك ندخل المعركة، وعندها الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى إدارة هذه المعركة، وهو الذي يمدنا بالجنود. وما يعلم جنود ربك إلا هو، الملائكة المنزلين والملائكة المسومين والملائكة المردفين، والبركة التي تحل على حتى اللي هي هذه الأسلحة البسيطة التي تجعلك ترى ذلك المجاهد يتقدم نحو الدبابة ويضع هذه العبوة الصغيرة، أو بعد ذلك تنفجر. القاذف الياسين هذا الذي يعني أدمى آليات العدو وهم لا يجدوا إلا أنهم يعني سبيلا إلا أن يجروا خيباتهم ويجروا جثث دباباتهم. هذا من البركة أنه تتعطل حساسات جدار إلكتروني دفع عليه أكثر من مليار دولار، ويستطيع المجاهدين بأدوات بسيطة أن يخترقوه. إيه بركة! هذا من نصر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا نصر إلا نصر الله سبحانه وتعالى.
نحن لا نخوض المعارك بقوتنا، نحن نخوضها كما فعل يعني أسلافنا عندما كانوا في طريقهم إلى خيبر، يقولوا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، اللي هي بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ننتصر بقوة الله، بحول الله، بتأييد الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نخوض به المعارك. ولذلك القعود والحسابات هذه التي يحسب البعض لها 1000 حساب، هي هذه جزء من يعني تخذيل الشيطان. الركون إلى الدنيا والالتصاق بها، يا أيها الذين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ ولذلك هنا نقول يعني الله سبحانه وتعالى لم يقبل لثلاثة أن يتخلفوا عن جيش قوامه تقريبا يمكن 3000، ثلاثة لم يقبل لهم أن يتخلفوا في غزوة تبوك عن هذا الجيش. وهذا هؤلاء الثلاثة ماذا سيقدم أو يؤخر في نتيجة المعركة؟ هو حقيقة لن يقدم ولن يؤخر شيئا، ولكن لا يقبل من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يتخلف عن هذا العمل العظيم اللي هو الجهاد في سبيل الله، ما دام وإذا استنفرتم فانفروا. جميل. ما دام عليكم أن تجاهدوا يجب أن تجاهدوا، ونحن منذ أكثر من 70 عام والأرض المباركة تنادينا جميعا أن هلموا لتطهروا مسرى نبيكم صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء. جميل أستاذ مخلص، يعني على عجالة والموضوع فعلا يعني يستحق أن نقف عنده طويلا، لكن الوقت تداركنا. يعني كلنا ينظر إلى أهلنا في غزة وهذا الصبر والثبات العظيم، ما هي أبرز أسباب هذا الثبات رغم كل ما يحدث؟ يعني ما كنا نتحدث عنه قبل قليل، وأن تتحدث عن من يقول ذا المعادلات مختلفة، في الغالب يكون بعيد عن المشهد، في حين أننا رأينا الناس التي تعرضت وضحت وقدمت الشهداء في الغالب لم تتفوه بكلمة، وهي التي أبدت الصبر والثبات والرضا والإصرار على مواجهة هذا المحتل. على عجالة، أبرز الأسباب التي تقف خلف هذا الصبر والثبات لكي نتعلم منها. الحقيقة بالذات هذا القطاع الصابر المصابر المرابط الذي مر عليه فترة طويلة من الحصار، هذه فترة الحصار قللت الحقيقة من مباهج الدنيا الكثيرة التي شغل بها الكثير من الناس خارج غزة في بلادنا العربية، حتى بات البعض يحتار بأي شيء يعني يمضي ويبعثر حياته ويبعثر وقته. فنسمع عن مسابقات للكلاب واحتفالات للكلاب وشيء عجيب يعني سبحان الله في هذا الزمان. ولكن أهل غزة إن كفأوا على كتاب ربهم سبحانه وتعالى وعلى الإعداد لهذه المعركة الطويلة الأمد مع العدو، وقلت لديهم يعني مباهج الحياة والالتصاق بالدنيا، واقتربوا من ربهم بصفة الحفاظ وحفظة كتاب الله عز وجل، حتى سرت. وهذا الحقيقة يعني مسؤول عنه كل من يتولى أمر المسلمين، أن يوجه رعيته إلى أن يكونوا ربانيين، أن يلتصقوا، أن يعظموا الله عز وجل، لا يعظموا من بين قوسين يسموهم ولي الأمر وأولياء الأمور، وتكون جيوش بأكملها بطائراتها بسلاحها بذخيرتها كلها من أجل حماية هذا الزعيم وهذا الولي الأمر، وليس لديهم يعني هم حتى تصور لماذا يضعوا هذه النجوم أو هذه النياشين. ونحن رأينا حقيقة هذه البطولة التي يقوم بها شباب، لا يلبس الواحد منهم حتى في أعزكم الله لا يلبس حتى حذاء في قدمه،
ومع ذلك يواجه الدبابة ويواجه الجيش اللي هو من أقوى وحتى جيوش المنطقة بكل ثقة وبكل صلابة. وبنفس الوقت أيضا البيئة التي خرجت هؤلاء المجاهدين، بيئة الأم هم أيضا كذلك تعلقت قلوبهم بما عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم شغلوا أنفسهم بكتاب الله، بما أعده الله سبحانه وتعالى لمن يجاهد في سبيل الله ولمن يستشهد في سبيل الله. ولذلك تجد حتى الطفل يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله أكبر، من كان الله حسبه فوالله لا يمكن لأي قوة أن تقهره، إن حسبك الله. ولذلك هذه من الأمور يعني على الشعوب أن تحاول أنها بالفعل أن تتخفف من ثقل الدنيا عليها. وأنا أقول نحن الآن يوم في اليوم 47 من طوفان الأقصى، نسأل كل واحد ما الذي قدمته خلال 47 يوم؟ لو أنك على الأقل من جانبك الإيماني، إنك من يوم من بداية هذه الحرب حتى الآن في 47 يعني اعتمدت أن تكون في الصف الأول في المسجد، أن تصلي الصلوات كاملة، لكان لديك الآن حصيلة كبيرة. وهذا شيء مهم للغاية، أن الشعوب أن تعود إلى ربها لكتاب ربها حتى تعرف مسؤولياتها أمام الله عز وجل. إن ناداها منادي الجهاد أن تبذل النفس رخيصة، أن تبذل المال رخيصا في سبيل الله. النساء في غزة، الضعفاء في غزة، كانوا هم الذين يدفعوا أبناءهم ليكونوا في النخبة وليكونوا مع القسام. ولذلك نحن نعتب على الكثير من نساء المسلمين خارج فلسطين. لماذا هذا التخاذل من رجال الأمة؟ لأن النساء يتركوهم دون أن يكون لهم أهداف عظيمة سامية. نريد من نساء الأمة الضعفاء الذين يتفاعلوا مع هذا الضعف الذي نراه من خلال موت الأطفال بأبشع الصور في غزة، أن يدفعوا رجالهم لبذل المال، أن يدفعوا رجالهم للحركة وللتحرك ولأن يكون لهم دور فاعل لنصرة ودعم هذه المعركة المباركة التي تجري على أرض فلسطين. أشكرك. الآن غزة أصبحت إشعاعة نور وتنير لكل مسلم الحقيقة الطريق للكيفية، وهي أعطت الحقيقة أمل في أن مثل هذا الجيش الذي كانوا يقولون أنه لا يقهر، أنه بكل بساطة يمكن أن يقهر إن كانت الأيدي التي تشد على الزناد صلبة ومتعلقة بالله سبحانه وتعالى. غزة الآن تعطينا دروسا أشكرك. بدماء أبنائها بأشلاء أطفالها، أننا بإذن الله تعالى سننتصر في النهاية، لأنه إذا كانت هي تواجه أعتى جيش اللي هو الجيش الكيان الصهيوني، ومعه ومن ورائه يؤزه أزا الأمريكان والأوروبيين، يعني هذه الأحزاب كلها لم تحل بين أن يقول أهل غزة هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله جميل جميل. ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا. أشكرك نعم جدا أستاذ مخلص. إذن كما تفضلت، يعني غزة هي إشعاعة نور، وما يحدث اليوم هو فرصة لنا جميعا لنعيد حساباتنا، نعيد توجيه البوصلة، نعيد التمسك بهذه المبادئ العظيمة. أشكرك جدا أستاذ عمر على هذه الإضاءات، ليت الوقت يعني يسمح بأكثر من ذلك، لكن أشكرك جدا. أشكر كل المتابعين الذين كانوا معنا على مدار هذه الحلقة الصباحية. نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة، وصباحكم مسك. صباحك مسك.